اهلا بكم من جديد. خلينا كده نروح لعناوين اخبارنا كالمعتاد اللي بتبقى في بدايه حلقتنا. نروح للكره الطائره. منتخب شابات الكره الطائره يتاهل لكاس العالم بعد الغاء البطوله الافريقيه. ومنتخب كره اليد يكتفي بالمعسكرات الداخليه استعدادا للاولمبياد. هتلر اليد بيجري جراحة ناجحة في الإمارات. ويوم الأربعاء إن شاء الله وصول المشاركين في بطولة بلاك بول للإسكواش. ومحمود محجوب وثلاثة مصريين في انتخابات الاتحاد الأفريقي للأفقاد. عبد القادر سعيد بيحصد ذهبية الجائزة الكبرى للفروسية بأمريكا. والاتحاد الدرجات بيضع اللمسات النهائية لبطولة أفريقيا للمضمار. ومروان القماش بيحصد ثلاث ميداليات في بطولة أمريكا للسباحة. ميار الشريف توضع بطولة جواد على كهرة من الدوري التمهيدي. مصر تنظم البطولة العربية للقوة البدنية. انسحاب بولندا من بطولة أوروبا للألعاب القوى داخل القاعة.